بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتبع معي الصور أمامك. لاحظ هنا توزع الغدد في الجسم. هنا تكبير لبعض الغدد، مثلا الغدة النخامية، ولاحظ وجودها أسفل الدماغ. الغدة الدرقية أيضا ولاحظ وجودها حول الحنجرة، حول وأمام الحنجرة. الكظرية أعلى الكليتين، وهنا راح أشوف جزر لانجرهانس في البنكرياس. لاحظ هنا غدة مهمة جدا سنتعرف عليها، تسيطر على الغدد الأخرى في الجسم، طبعا هي الغدة النخامية، وهي على ارتباط وثيق مع منطقة تسمى الوطاء أو تحت الميناء. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن جهاز الغدد الصم لدى الإنسان. في بحث التنسيق الكيميائي لدى الإنسان لدى الأحياء، سوف نتعرف على جهاز الغدد الصم عند الإنسان والغدة الدرقية وآلية السيطرة على إفراز الغدد الصم. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ سنتعرف على مفهوم الغدد، مقارنة بين التنسيق الكيميائي والتنسيق العصبي، طبعا التنسيق العصبي اللي شفناه في الدروس السابقة، تصنيف الغدد في الجسم، المعايير الشكلية للغدد الصم، الطبيعة الكيميائية للحاثات أو الهرمونات تسمى أيضا، الغدة النخامية وأقسامها، طبعا هي ثلاث أقسام، فص أمامي متوسط وخلفي، لكن راح أشوف أنه الفعلية هي أو الأدوار الرئيسية هي للفصل الأمامي والفصل الخلفي، أما المتوسط فهو دوره يزول بعد مراحل الجنين. أشاهد في طريقي أثناء الدرس حافة النمو القزامي، الحافة المضادة لإدرار البول، السكر الكاذب والأكسيتوسين، وأيضا الوطاء. إذا أزيلت بعض الغدد الصم أو تضررت في الجسم طبعا، قد يؤدي ذلك إلى توقف الحياة خلال أيام. إذا توقفت الحياة معناته الغدد مهم جدا. ماذا تعمل هذه الغدد حتى يتوقف أو تتوقف حياة الإنسان بإزالة هذه الغدد؟ ألاحظ أن سرعة نمو جسمنا وقوتنا وشجاعتنا وتخوفنا ونسبة تحول الغذاء إلى طاقة داخل الخلايا، ذلك كله تقرره وتنظمه الغدد الصم. إنها طبعا أسياد الجسم، تسمى أسياد الجسم، فهي المسؤولة عن سرعة النمو في الجسم، القوة، الشجاعة، الخوف، تحول الغذائي، التحول الغذائي إلى طاقة. كل هذا يتم بالسيطرة من قبل الغدد الصم، لذلك فهي تعتبر من أسياد الجسم. وتعمل هذه الغدد والجهاز العصبي في معظم الوقت معا. إذن شفناه كيف الجهاز العصبي كان يتلقى الأحاسيس من معظم الأعضاء من أعضاء الحواس من معظم الجسم، وأيضا يرد عليها بردود أفعال. هنا أيضا لجهاز الغدد الصم له دور أساسي أيضا في تنظيم وتنسيق وظائف الخلايا والأنسجة والأعضاء المختلفة، إذا بالتعاون مع الجهاز العصبي. بما يختلف التحكم والتنسيق الحافي عن التحكم والتنسيق العصبي؟ نحن طبعا قلنا أنه تعرفنا على التنسيق العصبي، راح نشوف الفروقات بين التنسيق الكيميائي. التنسيق الكيميائي هي الغدد عم تفرز حاسات، والحاسات وين عم تنفرز؟ عم تنفرز بالدم، وبتمشي مع الدم لتنتشر في كامل الجسم، تنتشر في كامل الجسم. راح نشوف الفروقات بينها وبين التنسيق العصبي. لاحظ هذا لدينا الجدول، هنا التنسيق الحافي وعلى اليسار التنسيق العصبي. ولاحظ أن الرسائل التي ينقلها الدم اللي هي طبعا الحافات بطيئة، تحتاج إلى عدة ساعات أو عدة أيام أحيانا لتصل إلى مستقبلاتها، يعني تم إرسالها مثلا من الغدة باتجاه نقطة محددة، بدها تنتشر مع الدم، والدم بده يدور في كامل الجسم، فراح تستغرق وقت أكثر من إنه وقت اللي بتكون
عبارة عن رسائل عصبية اللي شفناها، السير العصبية ممكن أشو توصل بأجزاء من الثاني أو ثواني قليلة جدا. إذا الرسائل العصبية اللي هي السيالة العصبية تكون سريعة خلال ثواني، تصل إلى العضلات والغدد المنفذة، بينما التنسيق الحافي يكون رسائله بطيئة لأن الدم هو اللي عم ينقلها، وتستغرق ساعات أو عدة أيام حتى تصل إلى المستقبل. طيب التأثير الحافي طويل الأمد والاستجابة له تتطور، يعني بعثة الحاثات مو بمجرد ما وصلت للمستقبل خلص انتهى دورها، بتضل على فترات طويلة. مثلا هرمون النمو بيضل بيأثر على الجسم وبيحرض الخلايا على النمو مثلا. إذا هاي التأثير الحاسي طويل الأمد والاستجابة له تتطور، بينما التحكم والتنسيق العصبي يكون أشو مرحلي أو آني منقول. هذا التأثير يزول بعد زوال التنبيه. تنبه مثلا، عطى أمر فرضا العصبون المحرك اللي جاي مثلا من الباحة المحركة، عطى أمر لتحريك اليد، هالأمر انتهى الأمر خلاص، زالت عملية التحريك. بمجرد ما زال الأمر أمر التحريك بيزول الفعل. أو مثلا العين أرسلت رسائل إلى الباحة البصرية، راح مثلا الضوء اللي كان عم يأثر على العين فبيزول التنبيه مباشرة، بينما في التحكم والتنسيق الحاسي بيطول فترة أطول من الزمن والاستجابة فيها متطورة. التأثير الحاسي عام في الجسم، ليش بيكون التأثير الحاسي برأيك؟ ليش التأثير الحاسي عام في الجسم؟ من يشارك معنا هنا؟ بالدم. ممتاز. إذن لأنه بيكون في الدم، والدم وين عم ينتشر؟ في كامل أنحاء الجسم، ما في ولا نقطة ما بيوصل لها طبعا الدم. هاي إذن المناطق اللي بيوصل لها الدم بتكون بدي يوصلها الحاسات. مو بالضرورة تكون الحاسي مثلا موجهة فرضا لنقطة معينة خلاص ما بتروح غير على هالمكان هذا، لا، هي بدها تنتشر في الدم، ومن جملة هالأماكن اللي بيوصل لها الدم بتكون هي النقطة المستهدفة. بينما التحكم والتنسيق العصبي ايش بيكون؟ محدد المكان. تمام، ممتاز. اذا التأثير العصبي بيكون محدد المكان، ففي عندنا مثلا عصبون محرك بيحرك فرضا وليكن عضلة العين بيحرفها لليمين، هذا خلص ما بيشتغل غير هالشغلة هاي، بيوصل له مباشر للعين. مثلا واحد عصبون مثلا بيحرك الإبهام فرضا، هاي الأعصاب بتكون شو هدفها محدد تماما، بينما التنسيق الحاسي بيكون عام في الجسم على اعتبار أنه عم ينتقل عن طريق الدم. تصنف الغدد في الجسم إلى نمطين رئيسيين، أو بالأحرى يعني ثلاثة، لأنه في راح نشوفن الثالث هو مشترك بين التنتين. في عنا غدد ذات إفراز خارجي وغدد ذات إفراز داخلي، وفي عنا نوع أشو مشترك بين التنتين، يعني بيفرز داخلي، جزء منه بيفرز داخلي وجزء بيفرز خارجي، فبسميها الغدد المختلطة. إذا كم نوع عنا؟ ثلاث أنواع أو ثلاث أنماط، هي الغدد ذات الإفراز الخارجي والغدد ذات الإفراز الداخلي واللي بيسميها طبعا الغدد الصم، والغدد ذات الإفراز الخارجي والداخلي. إفراز خارجي وإفراز داخلي تكون مختلطة. ما الفرق بين كل من هذه الأنواع؟ النوع الأول ذات الإفراز الخارجي، هاي تتميز بوجود قناة مفرغة لها. إذا لها قناة مفرغة تصب مفرزاتها عن طريق هذه القناة إلى الوسط الخارجي. من أمثلة هذه الغدد، الغدد الدمعية، لاحظ أن الغدد الدمعية تخرج باتجاه العين، غدد لها قناة دمعية مفرزاتها تخرج إلى العين مباشرة عبر القناة المفرغة. الغدد الهضمية مثلا تفرز إن كانت بالمعدة أو بالأمعاء، تفرز إلى لمعة الأمعاء مثلا، فهاي ذات عبر قناة طبعا مفرغة، هاي ذات إفراز خارجي. الغدد اللعابي نشوفها تفرز اللعاب في الفم. الغدد العرقية والدهنية تفرز مثلا مفرزاتها على سطح الجسم، هذه إذن إفرازها منقول عنه إفراز خارجي. أما ذات الإفراز الداخلي فهي لا تشمل قناة مفرغة، ما لها قناة مفرغة، عبارة عن كتلة من الخلايا
المفرزي، مفرزاتها بتكون شو في تفرعات للأوعية الدموية بيناتها، فمباشرة من الغدة مباشرة بتصب المفرزات وين؟ في الدم أو اللمف، طبعا الدم أو اللمف اللي هي الوسط الداخلي، وبالتالي بنسميها غدد ذات إفراز داخلي، لا تشمل قناة مفرغة تصب مفرزاتها في الوسط الداخلي اللي هو الدم واللمف مباشرة. من أمثلة عنها الغدد الغدة النخامية والغدد الدرقية والكظرية. إذن الغدد النخامية والدرقية والكظرية. طيب ماذا أقصد بذات إفراز خارجي وذات إفراز داخلي؟ مثال عنها طبعا الخصية والمبيض والمعسكري. ولاحظ هنا أن الخصية هي عبارة عن غدة تفرز إفراز خارجي، فهي تفرز الحيوانات المنوية النطاف هذا، وتصبه طبعا في الأقنية الناقلي للنطاف، راح شوفوا هذا في بحث التكاثر. وفي خلايا ضمن الخصية اسمها الخلايا البيني، هذه الخلايا تفرز هرمون التستوستيرون الذكري، وهذا يصب في الدم وهو يساعد في ظهور الصفات الثانوية في الجسم عند الذكر. المبيض بنفس الطريقة له جزئين، جزء يفرز البويضات، ينتج البويضات، هذا إفراز خارجي، وخلايا تفرز الحاسات الجنسية الأنثوي، هذا إفراز داخلي. المعسكري فيها جزء يفرز مواد تساعد فيه على عملية الهضم، وتصب في بداية الاثنى عشري، في القناة الاثنى عشري في بداية المعي الدقيق، هذا إفراز خارجي. وجزء منها يسمى جزر لانجرهانس يفرز هرمونات، هرمون الأنسولين والجلوكاجون، وهي تصب هذه المفرزات تصب في الدم، وبذلك تكون إفراز داخلي بالإضافة إلى إفراز خارجي. إذن هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها تكون غدة مختلطة، غدة مختلطة لأنه فيها إفراز خارجي وفيها إفراز داخلي.